لأننا ما نعاني إحنا قادين به، ولكن ما يعاني السكينة هذه أمانة خصنا نوصلوها لك. بالتصويت لسنا. السيد الرئيس، ليس عيبا أننا ندخلوا السياسة وفي النقاش، لأن نحن نمثلوا أحزابا سياسية. بزاف، أنا كنقول لكم ديروا الميزاجور. إحنا جينا هنا باش تنديروا السياسة، وإلا ما كناش تنديروا السياسة نخليوا الإداريين في المجلس يشتغلوا، وإلا كنا في الأغلبية ما خص شي غير في الأمور، إلا كنا في الأغلبية خصنا نكونوا تنساهموا بالفعل في الأغلبية. في الممارسة الميدانية ما تلقاوش راسنا في الأغلبية. أننا مستعدين ننجحوا تجربة، ولكن بمشاركة الجميع ماشي بالفرضانية في التدبير وفي التسيير. وشكرا سيد الرئيس. انتخاب اليوم، الانتخاب ديالكم كرئيس نتاع البلدية هو أنك ستكون رئيسا للجميع. عندي سؤال، خدينا قروض، سندات القروض 100 مليار، مليار ديال الدرهم، بغيت نعرف الاثار ديالها في الميزانيه فين كاينه؟ لا تخصابيليتي فين دازت؟ حولتوها مباشره للصاصمة؟ قولوها لنا. حولتوها لشي جهه؟ قولوها لنا. بغيت لا تخصابيليتي في الميزانيه فين دازت هذا المبلغ، هذا السندات. هذا جانب. الجانب الثاني، السيد الرئيس، ليس عيبا اننا ندخلوا السياسه وفي النقاش، لان احنا نمثلوا احزابا سياسيه وكمثلوها هنا. غادي نرجع النقطه ديال السيرتي اللي هضرتوا فيها بزاف. انا كنقول لكم ديروا الميزاجور، ربما نكون غلط. انتم عندكم اتفاقيه ديال 2015، حسب علمي ان الاتفاقيه تم تعديلها في دوره اكتوبر، دوره اكتوبر 2018 بتاريخ 4 اكتوبر 2018. الماده الاولى ديالها كتقول الهدف من الاتفاقيه، الغرض من الاتفاقيه هو تحديد الاطار التعاقدي للشراكه والتزامات الجامعه والمجلس كذا الى اخره، والترويج لوجهه اكادير وتنشيطها وتحسين منتوج اكادير للسنوات الثلاث 2019 2020 2021. والماده 4 اللي كتهضر على مده الاتفاقيه كتقول مده الاتفاقيه 3 سنوات منذ تاريخ توقيعها، ما فيهاش قابله للتجديد. اذا خصنا نديروا ميزاجور باش نعرفوا فين كنصرفوا الماليه ديال الجامعه، واش من سند قانوني باش كنصرفوها. وشكرا. شكرا. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، الشيء بالشيء يذكر، وما دمنا ان جبد حزب الاستقلال وجبدات السياسه، فاحنا هنا السيد الرئيس تقدمنا للانتخابات الا لممارسه السياسه، ولا ما بغينا شيء. اسمح لي اسمح لي السيد الرئيس، ما تجبدش حزب الاستقلال. لا 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 لا، واسمح لي الله يجازيك بخير. لا لا لا، وانا غادي نقول لك فين جبتي. لا لا، قلت لك بان الوزراء ديالكم كيتعاملوا مع لي زيتابلوسمون بيبليك اللي كيديروا لهم الوزراء ديال حزب الاستقلال. قلتي الوزراء ديال حزب الاستقلال على اي على اي؟ اذا مادام ان احنا جينا هنا باش تنديروا السياسه، وإلا ما كناش تنديروا السياسه نخليوا الاداريين في المجلس يشتغلوا، والانتخابات راه هي سياسه، وانتم السيد الرئيس راكم مارستوا السياسه من 92 دخلتوا للانتخابات، باش دخلتوا للانتخابات في اول تجربه ديالكم في بيوغرا لهذا، فالتاريخ ديالكم هو تاريخ السياسه، ومارستوا مع وزراء ورئيس حكومه حزب الاستقلال. سيدي عباس كان رجل وطني اللي كان رئيس حكومه، يعني وزير اول، مش وزير اول اللي كان يعني يحتوي الجميع، ما كانش عنده فرق بين زيد ولا عمر. اذا هذا السيد الرئيس، حنا اليوم هنا جينا باش نمارسوا السياسه، ما كنمارسوش الديماغوجيه. وإلا كنا في الاغلبيه ما خصش شي غير في الامور، إلا كنا في الاغلبيه خصنا نكونوا تنساهموا بالفعل في الاغلبيه، لان اليوم ما كنلقاو راسنا في الاغلبيه الا عند التصويت ورفع اليد. في الممارسة الميدانية ما تلقاوش راسنا في الأغلبية، ما تنتواجدوش بالكل في الأغلبية، ما كاينش اللي تيناقش معنا، ما كاينش اللي تيهضر معنا، ما كاينش اللي تيوضعنا في الصورة. ويكفي أننا منضبطين وتنجيو تنصوتوا تنرفعوا يدينا واخا ما راضينش، ولكن منضبطين للأغلبية. لهذا هذا القوس غادي نسدو السيد الرئيس. فيما يتعلق بالميزانيه نتاع التجهيز، انا دائما نقول بان دار عمل جبار داروا الاخوان
في المصلحه نتاع الماليه داروا الاخوان النواب الرئيس اللي حاسين وعارفين المسؤوليه اللي عندهم، وداروا السي بن احمد اللي هو كنعتبروه انه المنسق نتاع هذه العمليه نتاع الميزانيه اللي كاين اليوم، وانا تنطالب بها هو اننا اعطيتوا على واحد الوعد السيد الرئيس في الانتخاب اليوم الانتخاب ديالكم كرئيس نتاع البلديه، هو انك ستكون رئيسا للجميع وستكون رئيسا لكل مكونات المجلس وستعمل على انجاح هذه التجربه، وحنا كنعطيوك الوعد على اساس اننا مستعدين ننجحوا التجربه ولكن بمشاركه الجميع ماشي بالفرضانيه في التدبير وفي التسيير. وشكرا السيد الرئيس. السي باركة، السيدة سناء الحيان. شكرا السيد الرئيس، غير تفاعلا ما جاء في سياق واحد الكلام على الأغلبية لأنني سمعته بدوري في اللجان، أنا عندي لك سؤال مباشر سيد الرئيس، ما تعريف الأغلبية عندكم؟ أنا بالنسبة لي الأغلبية هو الإشراك، الأغلبية أنني نجي بلا ما نكونش فاهمة بزاف ديال الحوايج وما عنديش معطيات، هذا راه هو ضرب في تحالف الأغلبية من جهتكم ماشي من جهتنا، هذه من جهة. من جهة أخرى، ألم يحل الوقت السيد الرئيس أننا نجدوا اللقاء منذ توليك لهذه الرئاسة ديال هذه الجماعة وحنا درنا اجتماع وحيد مع الفرق السياسية لا الأغلبية ولا المعارضة؟ حنا مشينا بالنهج، ربما حنا خاطئين، حنا مشينا بالنهج أنك قلتي لنا أنا ديالكم كاملين وانتوما راه مجلس واحد ولون واحد واللون ديالكم هو المواطن ديال اكادير، ما تشوفوا تحت بين عينيكم من المواطن ديال اكادير، ولكن عندما تجي تخدم بهذه المنهجيه وتلقى الصد هذا راه خصنا اننا نجلسوا ماشي عيب، وهذا الشيء ماشي عندنا حنا في المجلس باش نقولوا زعما راه حنا استثناء، راه كيف مجالس عده وهذا راه صحي، شتي هذا الشيء صحي كيبين على اننا حابين الخير لهذه المدينه من جهتنا ومن جهتكم، ولكن باش نبقاو غير هكا كالاطرش في الزفه لا يعقل السيد الرئيس، وانا كنعرف القيم ديالك والاخلاق ديالك اكبر من هذا، راه كاينين النواب لا يجيبون على الهاتف وكاينين نواب يوجهون لنا كلاما اخجل ان اقوله، ولكن كنصبروا في اطار ان اكادير هي الاولى واكادير هي الثانيه واكادير هي الثالثه، وحنا احترمنا هذاك الوعد اللي عطيناك نهار جلسنا في اول اجتماع، حان الوقت اننا نجلسوا في واحد الاجتماع وانت اللي تنادي به بصيغه استعجاليه باش غير نعطيوك هموم وما يعانيه الساكنه في اطار بعض الملفات بين قوسين الاحياء ناقصه التجهيز، وهذا راه ماشي عيب لاننا ما نعاني حنا قادين به، ولكن ما يعانيه الساكنه هذه امانه خصنا نوصلوها لك، وهذا جاء بواحد الخطاب سمعتك قلتيه في اطار التدشين، سمعتك قلتي السيد النائب الاول علاش ما قلتيش ليا هذه؟ يعني مادام ما قلتيش ليا هذه كاينه هذه وكاينه الثانيه وكاينه الثالثه، حنا بغينا نعطيوك كل شيء ونعطيوك